مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الطيبة والتي تبعث الأمل والتفاؤل في النفوس، وذلك لأنه اسم ديني مضاف باسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد الودود. عبد الودود اسم علم مذكر عربي بالإضافة عبد، وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل، الملتزم بشرائعه والمؤد لفرائضه. والودود هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله الذي يتودد إلى عباده بكل النعم، فكل ما في الكون من نعم هو تودد من الله إلى عباده، وهو الذي يبتدئ عباده بالمحبة، يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء. وودود في حق العبد هو الكثير الحب، الصادق في حبه، الصديق المتودد والعطوف على أهله، المحبوب المحب لله. صفات حامل هذا الاسم: إنسان دؤوب ولا يهدأ حتى تتحقق رغباته، يكرس وقته ونفسه نحو المزيد من المعرفة وسعة الاطلاع، يحب الاختلاط بالآخرين ولا يجد نفسه في الوحدة والانطواء، يعود نفسه دائما على التسامح والابتعاد عن الانتقام، يقف مع أصدقائه في الأزمات ماديا ومعنويا. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد الودود؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.